السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاتور بلس موتو ديزاد المتخصصة في السيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم كما يعتجب بكم قائمة من السيارات وكازيو، وطبعا مع الكاميرا والمرفع كالسيارات ممتازة للزوالية. سعرها تبدأ من 65 مليون وإلى 167 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تبين كل فيديو جديد. وبدون أطال عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نرى اليوم، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم، وهي رينو كليو تاع 95. محرك السيارة إيسونس لابود فيتاس مانويال. السيارة مشى 160 ألف كيلومتر، ولقات كريسات طوموبيل صافية. السيارة فيها الألارم وليفيتر إلكتريك. صاحب الطوموبيل من عفرون ولاية البوليدة، وسعر رينو كليو هو 65 مليون بري فيكسينج. محرك السيارة 10/10، لاسوسبونس تاع الطوموبيل 10/10. السيارة فيها شوية صبيغة باتشوك. السيارة الثانية جاك جي 3 لين 2012. محرك هذا الجاك إيسونس، قدرة المحرك 1.3، لابود فيتاس مانويال. السيارة مشى 160 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غريسوغي ولاكات غريز صافية. هذا الطوموبيل توت اوبسيون. صاحب السيارة من ولاية باتنا، رامي سامو في هذا الجاك جي 3 103 ملايين. محرك السيارة امبيكابل، لاسوسبونس تاع الطوموبيل جيدة، وهذا الجاك جي 3 نقية. السيارة الثالثة شيفرولي سبارك اني 2014. محرك السيارة إيسونس، قدرة المحرك 1.068 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 159 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. صاحب السيارة من ولاية تلمسان، رامسا موفيا تشيفرولي سبارك 110 ملايين. السيارة فيها ركوب صغير بين البيبان ولوبات كاس أدروات، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. محرك السيارة في حالة جيدة، ولا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الرابعة بيجو 301 اكتيف اني 2013. محرك السيارة جي بي ال، يعني طوموبيل تمشي بالغاز وفيها الغاز جديد 2021. قدرة المحرك 1.2 في تي 72 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 178 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غري ارجون ولاكات غريز صافية. السيارة توت اوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية باتنا، راه مسموه في هاد البيجو 301 اكتيف 120 مليون. مول السيارة مبراش، الطوموبيل ما فيها صبغة ما عدا متيرا كور في لاريير كوتي غوش. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الخامسة هيونداي ايون جي ال اس سنة 2013. محرك السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.062 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 87 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غري ارجون ولاكات غريز صافية. صاحب الطوموبيل مكسر البخاري ولاية المدية، راه مسامو في هذا الهيونداي ايون جي ال اس 131 مليون ونص. السيارة ما فيها صبغة، فيها كلكو فروا خفاف. محرك الطوموبيل امبيكابل، ولا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة. السيارة السادسة بيجو 208 اكتيف اني 2014. محرك السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لاباد فيتاس مانويال. السيارة ماشية 109 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غري ارجون ولاكات غريز صافية. السيارة توت اوبسيون. صعبة الطوموبيل مستوى لولاية الجزائر العاصمة، وسعر البيجو 208 اكتيف هو 165 مليون. هذا البري راه نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل مبلغ أقل. محرك السيارة 10/10، لاسوسبونس تاع الطوموبيل 10/10، الكيد شان جديد، الفيدون جديد، بلاكيت دو فران جديد،
والعجلة تاع الطوموبيل جدد ولا باطري تاع السيارة جديدة. السيارة السابعة والأخيرة معنا في فيديو اليوم هي رونو سيمبولا لـ 2014. محرك السيارة إيسونس، قدرة المحرك 1.2 في 75 حصان، لاباد فيتاس مانويل. السيارة ماشية 124,000 كيلومتر. لون طوموبيل غري ولا كاد غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل نعيم الساموات البويرة، رام سمو فيها رونو سيمبول 167 مليون. طوموبيل كيا ما فيها سبيغا. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبون توتال طوموبيل جيدة. هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الأخير ما تنسوا ديروا جيم الفيديو وديروا بارتاج. أركام لو تبدا تصحاب هذه السيارة ترى كيما العادة مرفقة في صندوق الوصف اللي راه موجود أسفل الفيديو، مع الكم سوى الضغط على أراضي المزيد أو عنوان الفيديو في دار أمامكم صندوق الوصف في أركام الهواتف. ونلتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى حول السيارات وكازو في السوق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.